السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة وتكونوا عديتوا عطلة جيدة. أنا اليوم رجعت لكم بوصفة سهلة، هي وصفة الكريب الفرنسية الأصلية. للوصفة هذه نستحق 450 مليلتر من الحليب، عليهم 3 بيضات كاملين كما تشوفوا هنا، البيض يكون بحرارة المطبخ، ثم نحط عليهم رشة ملح مقدار 5 غرامات، نحركهم بشكل جيد لأن يتحل البيض بشكل كامل. ثم نزيد عليهم 250 غرام من الفارينة العادية أو الدقيق العادي، نحركوهم بشكل جيد. وما نحاولوش نحركو يعني وقت لي ما يكونش عندنا كويرات، نحبسو على التحريك باش ما تكونش عندنا الكريب تكون إلاستيك، يعني تتجبد شوية معانا. لهنا كيما تشوفوا حركتها، نوريكم القوام نتاعها، تكون سائلة الحقيقة. أحسن حاجة لو تخليوها ترتاح بالنصف ساعة وساعة، ولكن إذا كان مضطرين حاولوا على الأقل تخليوها ربع ساعة. أنا لهنا حطيت مقلة وعندي ورق نحط فيه شوية زبدة ونمسح بيه المقلة، وتكون ساخنة لأنه الكريب ما تستحقش برشا وقت باش تطيب كما تشوفوا لهنا. فما عدة طرق للطبخ، يا إما نحطو الكريب وندورو العجينة يعني وندورو بالشكل هذا، وإذا كان عنا اللوح اللي نحركو به يكون أحسن كما تشوفوا لهنا. وكيفاش نعرفو إنها طابت؟ يعني الحافة متاعها تبدأ ترجع وحدها، تبدأ تبعد على حافة المقلة، يعني أنه الكريب متاعنا طابت من الجهة الأولى. أنا لهنا ما حطيتش فيها سكر لأني ما نحبهاش يعني تكون نرتبط أنها تكون حلوة أو لا، لذلك ما حطيتش فيها سكر أو منكهات كما تشوفوا لهنا لونها. لذلك نجم نستعملها في كريب مالحة أو حلوة حسب الرغبة كما تشوفوا لهنا. حضروا معايا شكلهم متميز، ما تكونش محروقة وخفيفة، ونجم نستعملها في طبق حلو أو مالح كما تشوفوا هنا. إن شاء الله يا ربي الوصفة تكون نالت أعجابكم. تنساوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس باش تتواصلوا مع أكثر الفيديوهات، ونتمنى لكم يا ربي تعجبكم الوصفة هذه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.